من قريب السنة تقريبا نزلت فيديو عن التعدين وكيف البروف اوف ستيك بده ياكل البروف اوف وورك اجلا ام عاجلا، وبوقتها كان موضوع تجارة الريكس ضارب على الاخير وكتير عالم عم تعمل مصاري على ظهر المعترين اللي حابين يدخلوا فريش دولار، وبوقتها قلت انه عمر النود وانه اذا بتعمل دراسة جدوى بين ما تجمد مصاري بالبروف اوف ستيك او بالبروف اوف وورك وترد مصرياتها منا شايله هم موضوع الريكس بالسنة اللي قطعت، وكتير ما اخذوا بالكلام، اخذوا على محمل الجد. هلأ حاليا بقلكم انه كل اللي عم يبيعكم الدروس واللي عم يعطي محاضرات بالتحليل الفني موجة هابطة صاعدة هاد اند شولدرز الى اخره، هالوقت هيدا يلي بنحط بالتحليل الفني اذا بتدرسوا فيه هو المستثمرين وكيف رايح تدفق الاموال بتعملوا ارباح مضاعفة اكثر بكثير من موضوع التحليل الفني. بعالم الكريبتو الفندمنتلز هي قديش في اتراكشن مش التحليل الفني.